مرحبا سي حاتم، مرحبا بك بحثنا، مرحبا زيدا كيف الاستاذ عطيه المعاوي، باش تكون موجود في الربوغ باش يعزف وباش يغني. طبعا شويه سمعنا شويه من العرض اللي باش يكون على ركح قرطاج نهار 12 اوت. من عرض بدا بفكره بحثيه حاتم من 2015 في النجمه الزهراء الى عرض اليوم يتشاف ويعمل الجو. اي معناها اليوم نتصور ثم خدمه كبيره انه يتحول هذا العرض من البحث الى الخدمه سور سين. هو يظهر لي هذاك لابوتيسمون العادي، يعني بدينا في 2015 على بتكليف من الصديق سفيان الفقيه وقتها في نجمه الزهره، ثم كما نقولوا نيش صغيره في الرصيد نتاع المزود اللي هي ما تخدمش عليها. هو المزود الرصيد نتاع المزود المتعارف هو الأغاني على الأم، الغربة، الحبيب، الحبيبة والحاجات هذوما. دونك فما بلاسة اللي ماهيش مسجلة ومش مخدومة عليها اللي هي نوب الصوفية، الصوفي اللي في الموسيقى المزود، الصوفي اللي في المزود اللي هو مش معروف ياسر الشيء هذا. دونك في بين 2015 و16 اتصلت بصديق عبد الرزاق ليو الله يرحمه. دونك سجلنا وقتها 8 نوب اللي هو النويو الاول نتاع عرض ربوخ. النوب هذوما وقع اصدارهم في كتاب معاها سوبر اوديو، ومن بعد مسرح اوبرا تونس هو اللي خذا المشروع هذايا في البرودكسيون. يعني نجم نقولوا عرض ربوخ هو المزود الصوفي اذا كان امكن. تقريب هذا هو رصيد الصوفي اللي في المزود اللي هما النوب تتغنى بالأولياء، وفما بعض النوب اللي تتغنى بال تقريبا. قداش من نوبة موجودة في عرض ربوخ؟ 13 هذيك عمناول سنة زدنا طبعا ثم جديد. علاش هو تزيد وهو علاش؟ على خاطر فما كما تقول انت توم دو، خاطر بعد عبد الرزاق ليو وقعت خدمة مع الفنان الكبير عامل هادي الدنيا. عامل هادي الدنيا سجلنا معاه 10 نوب. دونك خذينا كيلكو معناها تيتر من الخدمة اللي صارت مع هادي الدنيا، وقعت الانتجراسيون تاعها في العرض هذا ان شاء الله في كارتاج نهار 12 اوت. هو عطيه اللي نصور العرض فيه اكثر من التوزيع الموسيقي للنوب، ماهوش فقط. معناها اليوم ديما يتحكي على انه ثم بحث في التراث وبحث في الموسيقى الصوفيه، لكن تصور مع عرض ربوخ اكثر منه توزيع موسيقي. مش توزيع في حد ذاته، توزيع موسيقى موجوده نحاولوا نعملوها بالطريقه التقليديه، تحافظ على الطابع التقليدي. اما التوزيع اللي موجود نجم حاتم يحكي اكثر على التوزيع خاطر هو خد توزيع، ما توزيع معمول بطريقه انه ما يمسش الاوثنتيسيتي نتاع الموسيقى، ما يتقويش عليها الموسيقى باش يهزها من بلاصه لبلاصه اخرى، خليها في بلاصتها. جوست هو يزين شويه، يكمل بلايص اخرين في لونيفير سونور باش تكون معاصره وقتها. عرض كارتاج حاتم تصور ثم ميزون سين اخرى للمسرح كارتاج، ثم ممكن اكثر عدد من العناصر. اي الركح باش يكون مختلف شويه على اللي شفناه عملناه في حمامات من ناحيه عدد الموسيقيين. والركح بيدو نتاع كارتاج راهو ما عنده حتى علاقه بركح حمامات، يعني دونك باش يكون مختلف شويه. هو معكم في الاسماء يظل حتى قولوا نحن المحرك بتاع الربوخ ممثل جمال مداني موجود. شنو دور جمال في العرض الموسيقي هذا؟ كما قلت انت المحرك نتاع الربوخ هو كما تقول انت الشاوش نتاع الحضره. جمال هو اللي كيفا ريسيفوار الربوخ في داره، يعني وكانه هو عنده ربوخ في محله واحنا جايين باش نامنوا العرض هذا بحذاه. هو ذاك أصل الحكاية ذولي هو تصير كيكة هي بطبيعتها حتى في الربوخات هذيك هي ربوخات. واحد يستقبل الناس في داره باش يعمل سهرية. حنا نسمعوا شوية عطايل كان أمكن من عرض الربوخ كان ممكن. أنا ما نجمش نسمعك من عرض الربوخ، نجم نسمعك شوية من اللي أنا باش نعمل به. أوكي شوية من اللي أنت باش تعمله. هاي الباقي الشباب يخوموا مسؤولين عليه. سيش خذ وقتك.
تحضيرات نجم نعبي البلان الموجود في سلتني بيتي بفيتي سلتني بيتي بصافي سلتني بيك من مسك في الجيب يحضر مهما كان خافي زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. برافو سي عطيل، هذا جزء من اللي باش يسمعوك فيه جزء. في عرض الربوخ نحكي على عرض 12 أوت على ركح مهرجان قرطاج، هات ناخذ أكثر منك أنت شنو باش يكون موجود في عرض الربوخ في قرطاج حاتم. هو عطيل هو اللي باش يحل الربوخ كما يقولوا، يعني أول صوت باش نستمعوا له هو عطيل في الأغنية هذه، وراه عطيل حاب نقول هو بالأساس عازف كمانجا مهم برشا في الوسط الموسيقي. ولكن باعتبار الصداقة والحب المشروع هذا هو دونك باش يغني باعتبار مرتاح في الـ في الـ البروجي. هو زاد الفرجوي مهم جدا في عرض ربوخ حاتم. طبعا أي. طبعا الفرجوي موجود في الكوستوم في الإضاءة في الموسيقيين الموجودين اللي هم من أحسن ما عنا من موسيقيين في الوسط متاعنا، وبين قوسين اللي باش نلقاهم على الركح هما سواء زملائي في المعهد العالي للموسيقى والا طلبه ولا طلبه اللي قريتهم، معناها هذوكم هما احنا في نفس البلاصه نتحركوا. دونك نرجع لسؤالك، قلت لي الجانب الفرجوي التمثيلي زاد كيف كيف. اي معنا جمال مدني، يعني جمال مدني معنا اللي هو معناها ممثل مهم برشا. الركح ان شاء الله باش يكون شباب من ناحيه الاضاءه، يعني تكنيك ما ان شاء الله باش تكون حاجه محترمه. شو العروض الاخرى باش يكون فيها الربوخ حاتم بالنسبه غير عرض قرطاج نهار 12 اوت؟ باه احنا الساعه كنا في القاسرين الجمعه اللي فاتت في اطار كونه مهرجان قرطاج، فما معناها بادره طيبه كونه سنة حبوا يختاروا بعض العروض اللي باش تكون في قرطاج باش يحطوها في منطقة داخلية. وقع الاختيار سنة على مهرجان القاسرين، وإحنا كنا غادي الأسبوع اللي تعدى دونك عملنا قاسرين، وإن شاء الله بعد قرطاج باش يكون فما عروض أخرين موجودين بعد قرطاج. الناس استناوكم في المهدية؟ أي استناو عرض ربوخ في أي المهدية؟ احنا اليوم كنا كنا نرمال ما كنا في المهدية. شو اللي صار؟ اللي صار كونه ما نجمناش نعملوا العرض على خاطر فما إشكال إداري ما وصلوش يحلوه، معناها بين هيئة المهرجان وإدارة الموسيقى. دونك وقع إلغاء العرض. توما كيفاش تقبلتوا الإلغاء هذايا؟ على احنا حبينا نقول بشويه من العرض. بالطبيعه هذه إشكال، راهو خاطر الموسيقيين راهو هما ناس انكاجي يخدموا على رواحهم وكذا. دونك الحقيقه حبينا نكونوا موجودين في. انت قلت قبل انه عرض الربوخ يزم حتى مدير مهرجان ما يخاف منه. اي لا عرض هو راهو اللي يحب يبرمج ربوخ ما يندمش، راهو يربح فلوس. اذا كان نحكيه بمنطق تجاري معناه، واي مدير مهرجان راهو من حقه ومن واجبه، مش حتى حقه من واجبه، باش الكاسه نتاع الفستيفال نتاعو تكون فيها فلوس. معناه علاش يبرمج عروض ما تجيبلوش فلوس؟ علاه فاش قام؟ دونك عرض البوخ راهو
ينجم يعاون برشا مهرجانات باش شلون يستنى 12 اوت سولد اوت بالنسبه لعرض الربوخ ان شاء الله. اي علاش ليه معانا زاد اصحابنا اركزي باب موجودين معانا في البارتي الثانيه ان شاء الله. كيفاش كان التعاون مع اركزي هيب هوب ونعش عطيل وحاتم؟ والله انا اصحابي راهو الاولاد ما تعاملناش نحن ان شاء الله ان شاء الله نتعاملوا اي بيسو. تبع في المشروع نتاع اركزي بوب سنوات اي سمعت 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 حاجات كيما سمعوا الناس الكل ثم حاجه باهيه معناها فما اي فما انرجي اخرى مختلفه مختلفه علينا. مختلفه اللي نعملوا فيها احنا اكثر تقليدي راه تقليدي معناها دون لا تراديسيون نتاع المزود فما كولور اخرى عند الاولاد اللي هي مهمه ياسر معناها. على كل الناس تستنى الربوخ ان شاء الله وتكون موجوده في ركح قرطاج نهار 12 اوت. نحب نشكرك حاتم اللجمي برشا نصور فرحه خلينا نقول وجو يستنى فيهم في العرض هذا. نحب نشكرك زاد كيف كيف عطايل يعطيك الصحه على حضورك معنا في كورنيش موزايكا فما